خلال انه هاي الفتره 21 سنه شو كنت قدرتي انه تدخلين عالم الموديل؟ طبعا اللي دخلني لهذا المجال كان صدفه كلش حلوه. تتوقعين انه المجال اللي انت تعملين به حاليا اللي هو مجال الموديل بمكسب مادي؟ مو مكسب الى درجه الفخامه وهاي الامور، بس انه شيء معقول. زين، يعني اليوم برايك الشهره الشخص لازم ينزع كل هدومه وراح يصير مشهور؟ انت لا تجي حتى على الممثلات اللي هسه بدهن يمثلن انه قاموا يصورن فانيلات او انه دا يروح على الجيم يتدربن على مود يبرزن جسمهن. زين، شنو طبيعه المنشورات اللي يوميا انت تنشريها بحيث انه الناس دا تتقاتل عليك ودا تجي لحسابك؟ طبيعتها انه انا انصح البنات. قالوا انه انت تعرضت للاختطاف؟ لا، اكو سوء فهم انه ما تعرضت للاختطاف. حاله اغتصاب؟ محاوله، مو حاله. صارت معركه انه ضليت اصيح وادفع بوقتها وصار يعني صارت مشاكل. يعني اكو مسلسل مفترض انه هو يعرض بشهر رمضان، دخلتي بالتصوير واكو مشاكل صارت لك. طبعا صحيح، مسلسل هوا بغداد انه اللي صار اخذونه بساتين